الشيخ زايد آن نهيان لسباقات الأجن في اليوم المشهود في ميدان التحدي. الله على شوط المعجزة، الله الله الله. آخر 200 متر الاحتفالات، الساخ المدرج يحتفل مبكرا بالفوز بالشوط الأول، الساخ المدرج يحقق اللقب. أعطيت انطلاقات الشوط الثاني، شوط الزمول الفحول هنا من ميدان حلبة الشيخ زايد آل نهيان لسباقة الهجن هنا من إقليم طنطان بمشاركة أكثر من 19 مشاركا من جميع ربع المملكة المغربية. المركز الثاني لمحمد بابا من مدينة طرفايا، طنطان في المركز الأول، طرفايا في المركز الثاني، والبشير السبعي من إقليم طنطان، والمركز الرابع للبشير السبعي من إقليم طنطان. هنيئا للفائزين بالشوط الثاني، شوط الزمول. تهانينا. هنا مرة أخرى من حلبة ميدان الشيخ زايد آل نهيان من سباق الهجن الذي ينظم تحت إشراف اتحاد سباق الهجن من الإمارات العربية المتحدة وبدعم من لجنة إدارة البرامج الثقافية والتراثية، والدعم الكبير للحفاظ على التراث والتقاليد الأصيلة من قبل القيادة الرشيدة، وتسعى دولة الإمارات العربية المتحدة لتطوير سباقة الهجن وتوسيع قاعدتها باعتبارها رياضة عربية أصيلة تتوارثها الأجيال على مر العصور والأزمان. دائما نعيش معكم الحدث، نعيش التاريخ بإطار الاحتفالات بالمهرجان موسم أمقار طنطان. الشوط الرابع، شوط إذاعة البكار تحت تغطية إعلامية لقناة بينونة. أعلنت اللجنة على انطلاق الشوط الرابع لحظات جميلة، لحظات متميزة سوف نوافيكم بها هنا مع هذا الانطلاق. ما شاء الله، أول كيلومتر في الشوط الرابع بمشاركة أكثر من 23 مشاركا من جميع ربع المملكة، حضور جهات الداخلة وادي الدهب القويرة، حضور جهات قلميم. المركز الأول ملين وعبان من إقليم طنطان، المركز الثاني لحسن أكا من إقليم طنطان، أيضا طنطان في المركز الثالث لمحمد بابا من مدينة طرفايا. أعطيت انطلاقة الشوط الخامس، شوط إذاعة الجعدان المنظم تحت إشراف اتحاد سباقة الهجن من دولة الإمارات العربية المتحدة وبدعم من لجنة البرامج الثقافية والتراثية من دولة الإمارات العربية المتحدة. الله 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 الله، من سيفوز بهذا الدرع؟ من سيفوز بهذا الدرع؟ أظن محمد سالم الشيب يعني تعطر عليه أنه يعني يدخل في غمار المنافسة. مولاي الوعبان في المركز الأول، هجوم على المركز الأول، مولاي الوعبان في المركز الأول. من رياضة الآباء
والأجداد في الشوط السادس، شوط لقايا البكار حقات، شوط لقايا البكار يعني بتاريخ هنا دائما في إطار الاحتفالات بفعاليات موسم طنطان في نسخته الثالثة عشرة هنا من إقليم يعني ساحة السلم والتسامح وتحفة ميادين الشيخ زايد النهيان الأكبر إفريقيا، يعني حلبة من النوع الرفيع. هذه الرياضة رياضة الآباء والأجداد. عبد الله الوعبان، عبد الله الوعبان هجوم على المركز الأول، إذن هنيئا لعبد الله الوعبان في المركز الأول، أظن في المركز الثاني لسيدي أحمد بنان من إقليم طنطا.